زي ما قلت عندي هالميزان بعد تجربة مطولة. شوف أنا من الناس لما أجرب شيء ما أعطي انطباع سريع، أو بالأحرى الانطباع السريع ما يكون مثل التجربة المطولة. يعني هذا الميزان اللي أجربه مو أقل من سنة، هذا شيء أكيد. أنا ما أذكر متى شريته، لكن مو أقل من سنة، فأتوقع سنة كافية، خصوصا بعد استخدامي الفترة الأخيرة زي ما تشوف وزيكم واضح. بقع الميزان بسبب أني أستخدمه كنت للإسبرسو. فاليوم إن شاء الله نعطي راجعة سريعة خفيفة لطيفة عن هالميزان مع فرقه عن هذا كايا لونار. في ناس تعطي تجربة بعد انطباع سريع أسبوع أسبوعين شهر، أنا ما أفضل. ممكن أني أسوي هالشي وسويته يعني، لكني أفضل الأمور اللي زي هذه التجارب المطولة جدا، إن هي اللي بتبين مشاكل الميزان أو مشاكل الشيء اللي الواحد بيجربه، والأشياء الزينة والأشياء اللي ما هي زينة فيه. فتوقع تجربة سنة، أقل عن سنة كافية يعني، صح؟ فراح نبتدي الحين. شوف الميزان من برا حجمه صغير يعني، شايله بإيدي خفيف، في عدة أزرار. نجي من اليمين الميزان، هذا زر التشغيل، اشتغل ويطفي بزر، وهذا شيء كويس. طبعا لما ننساه فترة شغال يطفي لوحده، حتى لو تم شغال على وضعية التشغيل بعد فترة الميزان يطفي لوحده. هنا مكان الشحن USB Type-C، وهما قلت هنا الزر اللي يطفي وشغل، هنا الزر اللي يصفر الميزان لما نحط عليه أي شيء، نضغط الزر عشان يروح لوضعية الصفر أو إنه خلاص يروح لصفر عشان يحسب من جديد. وهنا مكان الشحن USB Type-C. والأمانة من شريت هالميزان يمكن شحنته 3 مرات أو مرتين، ما أذكر يعني، مو أكثر من 3 مرات، هذا شيء أكيد. من جهة اليسار في زرين، في هذا الزر عشان نشغل الوقت أو نوقفه أو نروح للوضعيات حقة الميزان، وهذا الزر عشان يعطينا له خاصية حساب التدفق. فهذه الأزرار اللي في الميزان من تحت في جلد، هذه وهذه، وهذا شيء كويس عشان يثبت الميزان. طبعا نسيت أقول الميزان من تايمور، اسمه تايمور نانو. أهم الميزان يجي بلونين أبيض وأسود، وإذا ما خاب ظني هالشكل نفسه هذا الشكل من تايمور في من إصدارين. الحين نشوف، نشغل الميزان، هنا الوزن، هنا صوت الميزان، هنا البطارية. وأنا أنا أول مرة أشوفها شرطتين، ما قد شفتها أقل من شرطتين، مع أني شحنتها مرتين يمكن، دائما أشوفها فل، بس أنا أشحنها بعد فترة من الاستخدام المطول. وهنا الوقت زي ما قلنا، هذا مثال، هذا الوزن حق الريموت، إذا عطينا ضغطة واحدة على الزر اللي على اليمين راح لصفر عشان يبدي يحسب من جديد. فالحين الميزان حاسب وزن العلبة، ما هو وزن الريموت. فالحين خلونا ناخذ طلع على الوضعيات اللي في الميزان. هذه الوضعية العادية زي ما قلت، نحط صفر، نحط القهوة صفر مرة ثانية، نصب، نبغى نشغل الوقت قبل لا نصب أو بعد ما نصب، شي راجع للمستخدم. في الوضعية الثانية كيف نغير، طبعا الزر اللي على اليسار حق حساب الوقت نضغط عليه 3 مرات، خبري الإصدار الأول نضغط عليه 5 مرات. هنشوف 1 2 3، طعنا وضعية الأوتو. فاللي نسوي نضغط، أول ما نحط بدأ يحسب. طبعا احنا في هالوضعية يفضل يعني اللي يحب ان الوقت يشتغل معه مع أول مع الصب، بداية الصب قبل لا يسوي كل هذا، يحط القهوة، يحط السيرفر والقهوة والأغراض، بعدين يضغط عشان هو، عشان زي ما قلت من بدي ينصب هو مباشرة يشتغل، لأنه من يلامس السطح أي شيء بعد ما يحسب 3 ثواني خلاص راح يشتغل الميزان مباشرة. الوضعية الأخيرة في الميزان ESP اللي هي الوضعية اللي هم مخصصينها للإسبرسو، حط، طعنا المؤشر
يعني الميزان جاهز أول ما نبدي نصب. طبعاً الاختبار هذا ما هو دقيق إلا مع الإسبرسو، هناك يبان أكثر من هنا، لكن هنا عشان نشوف أول ما تنزل يبدي يحسب، وأول ما نوقف يفترض الميزان يوقف. طبعاً هالشي في الإسبرسو دقيق جداً، أنا مجرب فترة طويلة للإسبرسو أول ما نوقف الاستخلاص مباشرة الوقت يوقف معي. طبعاً هو هنا وقف زي ما شفتوا بعد فترة، لكن في الاستخلاص على الماكينة كان يوقف مباشرة، لأن خصوصاً هالوضعية تكون للإسبرسو. فزي ما قلت هناك يوقف 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 الوقت مباشرة، هي الوضعية مخصصة للإسبرسو. فنتائج هناك كانت أنا بالنسبة لي ممتازة جداً. الوضعية الأخيرة اللي هي الوضعية العادية، تشغيل الوقت يدوي، إيقاف الوقت يدوي. هنشوف وضعية التدفق عشان نحسب التدفق، بس خليني أفضي الماي. نضغط على الزر حق التدفق، شوفوا أعطاني 0.0 مكان الوقت، يعني راح الوقت. فلما أصب هو يحسب سرعة تدفق الماي حقي، كل ما زدت كل ما زادت، كل ما قللت كل ما قلت. هذا في ناس تهتم لها طبعا، وفي ناس الوضعية هذه ما تهمها. كيف نرجع للوضعية العادية؟ نضغط بس على زر الوقت، نرجع للوضع الطبيعي ان احنا نضغط على زر الوقت يرجع الميزان للوقت حقه. انا ما جربتها مع الوقت وهو شغال، لكن اللي اعرفه ان او ليش اللي اعرفه، خلينا نطبقها مع بعض. الحين هو وزن 150، بشغل الوقت، بروح له تدفق، بصب، اوكي، برجع للوقت، الوقت باقي شغال ما وقف. فالحين نجي ختامية سريعة، ان شاء الله ما اطول في سناباتها. الميزان من شركة تايم مور، زي ما قلت أداء قوي، سعره ممتاز، يتحمل ويدوم، وهذا شيء كويس بعد تجارب له الميزان، إنه إن شاء الله صمد معاي. تنظيفه سهل، يعني هذا كلينكس فيها مبلولة بماي، بمسحها بيروح. بطاريتها ممتازة، الوضعيات اللي فيه مناسبة للفلتر وللإسبرسو، فهذا شيء كويس للميزان. حجمه صغير فنقدر نستخدمه للإسبرسو، يعني مع الماكينة حجمه تقريبا نفس حجم الأكايا لونار. هل أنصح بالميزان؟ نعم، عن تجربة مطولة نعم أنصح بالميزان. ميزان ممتاز جدا جدا جدا، في من استخدامي اللي طول هالفترة شفت فيه عيب واحد، ساعات السكيل حقه يعني يحسب يرفع وينزل لوحده. طبعا هذا احيانا ونادرا بعد تصير، لكن بشكل عام ممكن المشكله في ميزاني انا، يعني ما هو في الكل، هذا اللي انا شفته في ميزاني، لكن ما شفت فيه شيء غير المشكله هذه. زي ما قلت انصح به، موجود عند اغلب متاجرنا في السعوديه توفره الميزان، واذا لقيتوه بكود خصم راح يكون سعره جدا بطل. اذا بقارنا هل هو افضل من اكايا لونار، خليها سنابات الجاي. طيب هل هو أفضل من أكايا لونار سعر؟ نعم، أنا بقول رأيي الشخصي، أنا ما لي علاقة في آراء غيري. سعر نعم، سعره يمكن نص سعر هذا الميزان، يعني بسعر هذا أجيب اثنين من هذا. أداء هل هو أفضل؟ لا، أنا أشوف الأكايا لونار أفضل منه. أنا استخدامي الشخصي أكايا لونار عندي من 2000، هذا الميزان بالتحديد عندي من 2019، أول ميزان يعني بأداء عالي شريته. صحيح أنه مناسب للمقاهي أكثر، لكن يقدر المستخدم المنزلي يستخدمه في النهاية. فهل هو أفضل من أكايا لونار؟ أنا وجهة نظري لا. هل لو كان عندي قبل أكايا لونار كنت بأخذ أكايا لونار؟ أمانة أهم لا، لأن هذا عندي من أول واستخدمته فترة طويلة وما شاء الله، بس يتنظف يرجع كأنه جديد. هذا نفس الشيء، لكني باقي أشوف إن هذا. طيب عشان لا حد يفهم غلط، أنا قلت أداء هذا أفضل، مو معناته إن هذا سيء، هذا أداء مع هذا جدا مقارب له، جدا مقارب.
محدود جدا جدا يعني المسافة بينهم تكاد لا تذكر. لكن باقي هذا كأداء أفضل من هذا. ترى حتى ميزان أكايا بيرل الميزان الكبير هذا الدفش نقدر نستخدمه في وضعية إسبرسو، لكن ميزان ضخم إن إحنا نحطه تحت مكينة إسبرسو. في النهاية إحنا نبحث عن شيء صغير وهذا يعطي هذا ميزة على الأكايا بيرل. يعني لو بقول الواحد بياخذ الميزان للفلتر فقط هذا ينفع للفلتر لكنه صغير، بياخذ الميزان للفلتر وبحط هذا وبحط أكايا بيرل لا بقول ياخذ تايم مور. فتفضيلي الشخصي ما يعني إني بقول لك لا تأخذ تايم مور أو راح أقول لك أنتي بعد لا تأخذي تايم مور وخذوا لونار. لا يبحث عن ميزان ما يملك ميزان ويبحث عن ميزان مناسب للفلتر والإسبرسو ويبغى ميزان صغير، ترى تايم مور يغني عن لونار ويغني عن بيرل. ترى موازين أكايا أمانة ما هي رخيصة، ترى جدا تعتبر غالية بالنسبة لميزان. لكن كزي ما قلت كتفضيل شخصي كرأي شخصي أنا باقي أشوف للإسبرسو، لاحظوا ها الإسبرسو باقي اللونار أفضل من تايم مور. فهذا رأيي الشخصي في الميزان، راجعت إياكم بشكل سريع وين شكل سريع لا أدري إني طولت. استعرضنا في الميزان ميزاته طريقة عمله وأداءه وبس، هذا اللي كان عندي اليوم. سامحونا على القصور وإني طولت، وآخر شيء عذرا على الإطالة، واللي عنده استفسار إن شاء الله إني أقدر أفيده.